ربع ساعه وثلث ساعه، بعدين وصلنا لدرجه انا عايز منك الحراس يوم الثلاث بالظبط، يعني ماليش دعوه، ماليش دعوه تجيبهم ما تجيبهمش. وبعدين لما راح ايران بعت له الباسبور بالغلط، بعت له باسبور لاغي، فعلى الشتايم اللي انا شتمتها فاكر ان انا مش عايز اروح والتهزيق وال ايه اللي حصل؟ احكي لنا الموضوع ده. بعت له الباسبور، اللي بعت هو وبعد ما كده راح ايران، كنا بعد في السفريه بتاعت مالي، وقعد معايا هناك في مالي، قال لي احنا خلاص يعني هتيجي معايا ايران وعندنا ديل كويس وحاجات، وانت عملت كل حاجه في النادي الاهلي بقالك 13 موسم وخدت كل حاجه، شوف تجربه وتجربه جديده يعني. واتفقنا وراح هو سافر، وبعت لي بقى ابعت الباسبور، فبعت له باسبور قديم قديم، عندي خمس ست باسبورات سبع باسبورات اللي لقيته قمت بعته. لا انا قلت الاولاني ده هو الاخراني، فما طلعش هو، يعني لا شفت منه يوم اسود، كان زعلان ومش عايز، زعل مني مرتين، مره لما راح اتحاد جده وقال في المؤتمر انه انا رايح وانا كنت في النادي الاهلي وما خدش رايي، هو معتقد انه خلاص معاك، معايا انت معايا يعني. ف والمره الثانيه دي بس في دقيقه بعت له بقى الباسبور السليم السليم. طيب هنتكلم عن الامور دي، ولكن ارجع مره اخرى برضه